عليه. تقول: رجل مسلم بكل ما تحمله كلمة مسلم، يؤمن بالله ورسوله ويحب الله ورسوله ويؤدي ما أمر الله به ورسوله من صيام وصلاة وزكاة وحج وأعمال خير كبناء المساجد والصدقات وغيرها إلى غير ذلك من الأعمال الخيرية، أصيب بمرض سحري أصبح على أثره حبيس البيت لا حول له ولا قوة، وفي يوم من الأيام قتل نفسه ببندقية كانت بحوزته. سؤالي هو: هل ينطبق عليه قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا؟ وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إلى آخر الحديث. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم خيرا. أولا، تزكيتك لهذا الرجل بأنه مسلم بمعنى الكلمة وأنه هذا أمر لا يجوز، ولكن لو قلت أحسبه كذلك والله حسيبه أو يظهر لي منه ذلك، أما الجزم لأحد بأنه مسلم أو مؤمن فهذا يحتاج إلى نص من الشرع، توقيف من الشرع، على المسلم أن يتأدب بهذه الألفاظ ولا يحكم لأحد بإسلام أو إيمان أو جنة أو نار إلا بدليل، ولكن عليه أن يرجو للمحسن ويخاف على المسيء من غير جزم. هذا هو القاعدة، هذه هي القاعدة الشرعية. وأما أن هذا الرجل قتل نفسه، فإن كان قتله لنفسه من غير فكر، يعني كان كما ذكرت تأثرا بالسحر أو بالجنون وليس عنده عقل، فلا شيء عليه في ذلك لأنه بغير اختياره. وأما إذا كان معه عقله ومعه تفكيره وأقدم على ذلك فإنه يكون قاتلا لنفسه وعليه الوعيد، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.